في جزء آخر من العالم دولة اسمها أوكرانيا فيها ممثل كوميدي. هذا الممثل اسمه فلاديمير زيلينسكي. فلاديمير ده ممثل كوميدي مشهور بدأ من الصفر وأصبح واحد من أهم الممثلين أو الفنانين اللي بيمثلوا الدور الكوميدي في أوكرانيا. فلاديمير قبل تقريبا 12 سنة في 2015 قام بمجموعة حلقات في مسلسل كوميدي اسمه خادم الشعب. كان بيقوم فيه فلاديمير بدور الرئيس، ورئيس جاي من وسط الشعب وبيخدمهم وبيعمل أفعال الشعب كله حبه بسبب أفعاله. لكن بسبب النجاح اللي عمله فلاديمير في المسلسل، مسلسل خادم الشعب، اضطرت الشركة المنتجة ان هي تنتج اكتر من موسم، يعني 7 مواسم من هذا المسلسل بسبب نجاحه المنقطع النظير. خلينا نعرض لحضراتكم كده جزء من هذا المسلسل او جزء من حلقات مسلسل خادم الشعب بطولة الممثل الاوكراني فلاديمير. здравствуйте. Василий Петрович Голобородько. Да. Доброе утро, господин президент. فلاديمير حب الدور جدا لدرجه ان كان بيعرف نفسه بسياده الرئيس. الناس حتى في الشارع نسوا اسم فلاديمير وبداوا يسموه بالرئيس. الغريب بقى ان فلاديمير بعد ما مثل صوره الرئيس في المسلسل لمده 7 سنوات تقريبا عجبته الفكره او عجبه الموضوع، فقرر ان هو يترشح في الانتخابات. اوكرانيا كان فيها انتخابات قبل 10 ايام من الان، وقرر فيها فلاديمير يترشح قدام الرئيس الفعلي بقى، أصبح دلوقتي الرئيس السابق أو كان الرئيس الحاكم وقتها، بترو بوروشينكو. ولأن ما عندهوش ناس بترقص قدام اللجان، وكمان ما عندهوش إعلام زي أحمد موسى ولميس الحريري، رميس الحديدي وعمرو موسى وعمرو أديب والناس دي، كمان ما عندهوش قضاء ولا جيش ولا شرطة زي بتوعنا في مصر، دخل الانتخابات وحاول يحتكم للصندوق ضد الممثل الكوميدي فلاديمير. لكن النتيجة كانت مفاجأة، هي نجاح فلاديمير الممثل الكوميدي بنسبة تجاوزت 73%. 73% من أصوات الناخبين في أوكرانيا راحت للراجل ده اللي عنده 47 سنة، ابن الحي الفقير، الممثل الكوميدي اللي رصيده في السياسة صفر ولا يعرف أي شيء في السياسة إلا أنه حاول يخدم الشعب. طبعا المعلقين أو المغردين العرب تداولوا الموضوع بسخرية كبيرة جدا بسبب الحدث. بعد التدوينات في الوطن العربي تجاوز 23,000 تدوينة. عبد الرحمن بيقول فوز ممثل كوميدي بالرئاسة لا شك سيكون شيئا هاما في تاريخ أوكرانيا. بيقول كمان الفن يستحق أن يكون قائدا لا وسيلة ترفيه فقط، متى نرى رئيسا فنانا عندنا؟ تدوني أيضا تحت نفس الموضوع باخدها من زهرة اللوتس، بتقول ممثل كوميدي يفوز بانتخابات الرئاسة في أوكرانيا والرئيس الحالي يعترف بالهزيمة، محدش هناك رقص قدام اللجان ولا الرئيس المنتهية ولايته فكر يعدل الدستور. زي ما قلت لحضراتكم الرئيس، رئيس أوكرانيا السابق، ما عندهوش ناس بترقص قدام اللجان ولا عنده جيش ولا شرطة ولا عنده رجال أعمال يوزعوا زيت وسكر، فيعيني انهزم قدام ممثل كوميدي عشان يبقى ممثل كوميدي لأول مرة في التاريخ يحكم دولة أوكرانيا. ودي بقى تقدر تسميها الكوميديا السوداء. أعتقد الممثل الكوميدي مش هيكون كوميدي أكتر من عبد الفتاح السيسي واللي اتعود يضحكنا في كل المناسبات.